اهلا محمد. عايزين نعرف في البدايه متابعتك لانتخابات مجلس الشيوخ واهميه ان يكون في غرفه تانية في مصر خلال الفتره دي. بطبيعه الحال يعني ناس كثيره اتكلموا في 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 فكره مجلس الشيوخ. الفكره دي مش اختراع مصري. مصر ليها تاريخ نيابي طبعا عظيم على الناس كلها ان هي تبقى فخوره بيه وعارفاه. مصر في اللحظه اللي ماكين في دول مش موجوده على الخريطه اساسا في المنطقه وفي افريقيا. سنه 1863 كان مصر فيها مجلس شورى النواب او مجلس شورى القوانين في عهد الخديوي اسماعيل. وهذا المجلس يعني تطور تطورات كثيره جدا، وبعد كده بقى عندنا غرفه يعني الغرفه الاولى الاساسيه وهي مجلس النواب. لكن في لحظات كثيره جدا في التاريخ المصري كان موجود مجلس شيوخ، مره يبقى اسمه مجلس شيوخ، مره يبقى مجلس شورى، لكن هي فكره الغرفه الثانيه. دول كثيره في العالم عندها هذه الغرفه او هذا المجلس الثاني اللي هي صلاحياته ودوره بيختلف وطريقه انتخابه من دوله الى دوله. في دول بتنتخب انتخاب كامل يعني كل اعضائه بالانتخاب المباشر، وفي دول بتنتخبه مجموعه بالتعيين ومجموعه بالانتخابات زي ما عملت مصر، وفي دول بتجمع بين التعيين الكامل يعني بتختارهم كلهم معينين. لكن صلاحياته ثابته في كل الدول؟ لا، صلاحياته متنوعه في كل الدول. صلاحيات في صلاحيات كامله، يعني في مثل مهم جدا، المجلس الذي منع عزل الرئيس الامريكي دونالد ترامب قبل شهور في الولايات المتحده كان هو مجلس الشيوخ اللي هو الغرفه الثانيه اللي هو عدد اعضائه 100 نائب فقط لا غير، مقارنه بمجلس النواب اللي عدد نوابه كتير اظن يمكن 300 وحاجه. فبالتالي صلاحياته في بعض القوانين وبعض القرارات لا يمكن اعتمادها الا بتصويت مجلس الشيوخ في الولايات المتحده اللي هو بيبقى متكون من 100 نائب ورئيسه نائب الرئيس الامريكي. فبالتالي صلاحيات مجلس الشيوخ كبيره جدا، في بعض الاماكن صلاحيات اقل شويه. مصر الصلاحيات فيها جزء كبير استشاري، الهدف الرئيسي طبعا منه هو يعني طبقا حتى لما جاء في الدستور بشان هذا المجلس ان هو يعني حسب التعبير النص كده توسيد دعائم الديمقراطيه، مناقشه القوانين والقرارات والموضوعات والقضايا اللي رئيس الجمهوريه بيحولها لهذا المجلس، وفي بعض القوانين اللي هي متعلقه ب اكمال الدستور نفسه او القوانين اللي هي ضروري ان يتم انجازها لابد ان يراجعها مع مجلس النواب.